اهلا بكم متابعينا متابعي جريده اهل مصر من كل مكان. احنا معاكم النهارده في لايف جديد من داخل محافظه المنوفيه الاولى على الثانويه الفنيه في محافظه المنوفيه. طبعا هي قبل كده جابت الثانويه العامه وجابت مجموعها ودخلت وبعدين حولت. هنعرف دلوقتي منها كل حاجه ونعرف منها كل التفاصيل. اول ما عرفت ان هي من الاوائل طبعا سجدت للاشكر وقعدت تعيط جدا. والدها وهو بيقول لي هي اصلا كانت نفسها تطلع من الاوائل وكانت متوقعه ان هي تطلع من الاوائل. ازيك قولنا بقى اول ما طلعت من الاوائل كان ايه رد فعلك في الاول خالص؟ انا بصراحه ما صدقتش. انا بقيت يعني احمد ربنا يعني بقول له بابا انا طلعت من الاوائل الحمد لله احمد ربنا كده يعني الحمد لله. يعني الحمد لله على كل حاجه. عرفت ازاي؟ مكتب الوزير رن عليا وقال لي الف مبروك انت الاولى على الفن التجاري الساعه 2:30. كنت اول مكالمه يعني في ناس بتقعد تهزر مع صحابها او اي حاجه؟ انا احنا بصراحه ما صدقناش بقينا واخدين بالنا من الرقم استغربنا. يعني باين يعني الرقم عمالين بابا يقول لي لا يبقى ممكن يكون حد بيهزر معانا وكده بس الحمد لله طلع صح. يعني انت في الاول كنت متوقعه ان هو حد بيهزر معاكي؟ ايوه بس حسيت ان كلامه جد يعني مفيش حاجه واسماء فكي. قلت له ايوه حاضر معاك. قال انت بتقولي على ما بس انت اللي رديتي ولا والدك؟ لا انا بابا ما كانش موجود. ماما قالت لي لا والله مش عارفه ايه. طب الحمد لله الف شكر كده يعني. ايوه ماما كانت واقفه معايا وبعد كده بقى بابا لقيناه داخل قلنا له كده. تمام. قولي لنا بقى نفسك في ايه؟ انا بصراحه نفسي اخش معهد فن صحي عسكري. حابه جدا بصراحه. من التجارة انا نفسي اخش اصلا يعني كده من البدايه. يعني انت من زمان اصلا نفسك تدخليه. تمام. قولي لنا بقى يعني اول ما شفتي النتيجه وعرفتي النتيجه هل كنت نفسك تدخلي ثانوي عام ولا حولتي؟ وليه حولتي اصلا؟ انا كنت جايبه 269.5. ما حبيتش ان اخش ثانوي عام ان هو مش ان هو نهايه العالم بس احنا لما دخلناهوش هيحصل حاجه. لا عادي الحمد لله دخلت تجاره وثبتت الوجود الحمد لله وطلعت الاولى الحمد لله. الحمد لله. يعني قصينا كده اسرتك اول ما عرفوا الخبر. انا ما صدقناش الحمد لله وفضلوا يحمدوا ربنا اولا طبعا وقالوا بس مجهودنا ما يعملش. تمام. يعني من الفرحه بجد مش عارفه اتكلم. بنت المنوفيه مركز الباجور. اسمك اول ما نزل على النت يعني انت في الاول كنت بتقولي لا انا ما كنتش واثقه ان هو الوزير اللي بيتكلم وكنت خايفه ان حد يكون بيضحك معاكي وكده. يعني بعد ما الوزير كلمني في ناس كتير كلمتني فكده لقيت ان الموضوع اكيد. بعد كده بنفتح النت لقينا الصوره والاستماره وكده فما صدقناش. يعني فتحتي النت بالفعل و... لا بعديها يعني فينا كذا واحد كلمنا يبقى كده العمليه يعني يعني الكلام صح. بعد كده بقى بقينا نفتح لقينا المدرسه ده على النت في المدرسه وكده. احكي لنا حوار ان انت حولتي من ثانوي عام لثانوي فني. انا كنت قدمت ثانوي عام بعد كده رجعت نفسي خلاص لقيت شهر 9 والتقديمات خلاص وكده. قلت له انا بصراحه مش حابه ثانوي. انا بعد ما قدمت انا مش حابه. كنا اشترينا الكتب وجهزنا ورحت دروس بدايه شهر كده شهر 8 بس انا مش حباه. فجيت بعد كده حولنا بقى تجاري لقيت مدرسين واقفين معايا بصراحه المدرسين المدرسه كلهم اي حد في اي وقت يقول لي رن علينا عاوزت اي حاجه رن علينا. فبصراحه لقيت نفسي ثبتت وجودي في المدرسه لقيت نفسي الحمد لله شرفت المدرسه وشرفت المدرسين. الحمد لله. قولي لنا بقى يعني نفسك في الثانوي التجاري نفسك في الثانوي طبعا في بعد الكليه يعني تدخلي معهد تمريض. قلت تمريض عسكري تقريبا. اشمعنى التمريض العسكري عن اي حاجه ثانيه؟ نفسي اخدم البلد يعني نفسي اخدم اي حد يكون يعني محتاج كده. سالتي ان انت ممكن تكوني يعني دخلتي منها يعني ينفع تدخلي من تجاري او حاجه ولا؟ ايوه بخش معهد فن صحي وبعد كده بتقدم بقى عسكري كده. طبعا انت من قريه سمان مركز الباجور. المعروف عن القرى ان هو لا وبنتك انت يا دوبك علمتها كمل. بابا مدرس لغه عربيه في معايا في نفس المدرسه ما شاء الله. فانا كنت حابه ان انا اروح معاه اساسا يعني دي حاجه كده لوحدها كنت حابه ان انا اروح معاه وكده. وهي هتبقى برضو يعني ايه هتبقى حاجه كويسه ان اروح واجي معاه وكده. فهو كان واقف معايا يقول لي انت كملي انت حد ما تقفي انت تخلصي خالص عادي. فقلت له خلاص ماشي انا حابه اخش تجاره معاك وكده. فقال لي خلاص ماشي براحتك بس انت يا بنتي عشان تبقي انت حره. قلت له لا انا حابه اخش تجاره. قال لي خلاص ماشي براحتك. هو ما كانش حابب بصراحه كان حابب ان اخش ثانوي. والدك كان حابب ان انت تدخلي ثانوي كان في حاجه معينه حابب ان انت تدخليها؟ لا هو بيقول لي عشان بقى ظلمتك احس ان انا مثلا ظلمتك كده يعني. قلت له لا انا حابه كده. ايوه
انا حابه كده ان انا اخش تجاره. قال لي خلاص مش براحتك والحمد لله جت بفايده. الحمد لله طبعا يعني الله يكون في عونكم في الشبكه هنا يعني اول حاجه بدعيها لك والله. قولي لنا بقى كانت بتذاكري دروسك ازاي؟ انا كنت بروح مثلا الدروس من الساعه مثلا بعد المدرسه طبعا هما ما بروحش مدرسه وكده فكنت بروح الدروس. بابا طبعا بيبقى في المدرسه وكده مش هينفع اروح معايا اروح استناهم هناك. فكنت عندي عجله كنت بروح واجيب العجله شنشور عشان بقى. يعني كنت بتروحي مع والدك بالعجله؟ لا انا هو بيروح للمدرسه مثلا يركب بالموتوسيكل وكده ويرجع وانا اروح بالعجله. يعني انت ما شاء الله كنت بتروحي المدرسه اصلا بالعجله من بدايه السنه من سنه ثالثه ولا اولى وثانيه وثالثه؟ لا اولى وثانيه كنت بروح واجي معاه طبعا كان بيبقى موافق مواعيده كده. جه ثالثه هو ما بي يعني هو مثلا بيروح وانا ما بروحش مش هينفع يوديني دروس كده تبقى الدنيا في حاجه. يعني انت كنت بتروحي المدرسه بالعجله والدروس بالعجله؟ اه ما بروحش مدرسه مش مدرسه ما بروحش مدرسه بروح الدروس كنت بحضر دروس بقى كل يوم بالعجله. كنت بتذاكري قد ايه في اليوم؟ انا الحمد لله يعني كنت بذاكر يعني ما قصرتش في حاجه الحمد لله بس يعني مش هقدر احدد لك مثلا الوقت اللي بذاكر فيه. ايوه يعني مثلا كنت بتذاكري الفجر بعد الفجر؟ لا انا كنت يعني بنام عادي بس اروح دروسي اجي مثلا انام شويه ابتدي اذاكر كده يعني الحمد لله كنت موفقه الحمد لله. قولي لنا بقى رد فعل اسرتك اول ما عرفوا ان انت الحمد لله فرحوا يعني حمدوا ربنا وشكروه على كل حاجه الحمد لله. الحمد لله. هي والدتك؟ لا مش هنا. والدتك مش هنا؟ لا دي جوه. طب محتاجين والدتها بعد اذنك. ممكن استاذن حضرتك؟ ايوه اتفضل. اتفضل. سي حضرتك الله يسلم حضرتك الف مبروك الله يبارك فيك. قول لنا اول ما شفت المكالمه ورديت عليها كان ايه اول رد فعل ليك؟ طبعا انا ما رديتش على المكالمه هي اللي ردت ولقيت مامتها جالي هنا قريب هنا. ايوه مع حضرتك. والدتها جالي قريب هنا ف لقيتها بتقول لي ده اسماء المكتب اتصل عليها مكتب سياده الوزير اتصل عليها فانا بصراحه مش مصدق يعني. ايوه فجيت مامتهم حاولت اتصل بالرقم ما عرفتش. ايوه حاولت اتصل بالرقم رقم برايفت وكده فما عرفتش يعني انا عارف ان هي شاطره وكويسه وباذن الله هتحقق يا بس خفت تكون مثلا حد يكون بيهزر معاها حد يكون بيهزر معانا يعني تبقى شكلها حتى وحش يعني. فلقيت بعدها بشويه والنبي يا ريت والله فلقيت بعدها بشويه كله بقى بيتصل علينا ويقول الف مبروك ده طلعت الاولى فانا مش مصدق بصراحه يعني الحمد لله ربنا يوفقها وهي مجتهده وتستاهل كل خير. عرفنا ان هي كانت بتروح المدرسه على العجله على العجله لان انا معاها في المدرسه. ايوه بس انا كان مواعيد مختلفه لان المدرسه كانت فترتين فانا ممكن ابقى في فتره وهي راحة في فتره فطبعا ما فكانت بتروح بالعجله قالت لي انا استسهل العجله احسن من معاك يعني. ربنا يوفقك يا سلام. الله يخليك. يعني طبعا بما انك والدتها فمحتاجين منك بقى كلمتين كده ودعوتين ليها. ممكن نبقى هنا عشان الاضاءه بس. خلاص. الحمد لله ربنا يبارك فيها وهي تستحق والله هي تستحق النتيجه ديت والله كنت متوقعها لها ان شاء الله. اول ما عرفتي النتيجه انت اللي عرفتي والدها اول ما عرفتي النتيجه كان رد فعلك ايه؟ انا مش انا لقيتها بتقول ايوه انا اسماء فقمت وقفت قلت لها والله مكتب الوزير وانا متوقعاها لان هي مجتهده وشاطره وكويسه وكنت متوقعاها لها والله وتستحق كمان حتى انا شايفاكي بتبكي الحمد لله انا عيطت وانا رايحه اجري واقول لوالدها ما بقتش مصدقه يبقى انت بسكوت اللي هو والدها كان في البيت ولا كان بره؟ هو كان بره البيت بتاعنا هنا. ربنا يا رب يوفقها ويسعدها. اول بقى ما قلت له هو في الغيط كان ايه رد فعلك؟ احنا جينا نجري احنا الاثنين اما مش مصدقين مش مصدقين لما يعني اهل البلد كلها عرفت وانتوا بتجروا؟ ما حدش يعرف هي اللي غيرت قريب من هنا 30 يعني ما لحقش يمكن الجيران لسه ما يعرفوش على فكره ما بنعرفش نزغرط انتوا عرفتوا الاول. ربنا يا رب يوفقها ويسعدها ويوفقك يا رب.